المجد لله. الاعتراض رقم 91 يقول: من هو والد قيس؟ يقول المعترض بأن صموئيل الأول 91 تقول بأن اسمه كان أبي إيل، في حين أن أخبار الأيام الأول 833 و 939 تقول بأنه كان مير. نقوم بداية بقراءة الآيات التي قام المعترض بذكرها، فنقرأ في صموئيل الأول 91: وكان رجل من بنيامين اسمه قيس بن أبي إيل ابن صرورة بن بكورة بن أفيح ابن رجل بنيامينيا جبار بأس. ونقرأ في أخبار الأيام الأول 833 و 939: ونير ولد قيس، وقيس ولد شاول، وشاول ولد يوناثان وملكيشوع وأبي ناداب وإشبعل. هذا الاعتراض مبني على مغالطة النطاق الدلالي لمعنى الكلمة، وتحدث هذه المغالطة حين يقوم القارئ بتحديد جميع المعاني التي قد تحملها الكلمة، ثم بعد ذلك يقوم باختيار المعنى الذي يتناسب مع التفسير الذي يتبناه، عوضا عن السماح لسياق النص أن يقوم بتحديد المعنى، علما أن سياق النص هو ما يقوم بتحديد المعنى وليس تفضيلات القارئ. إن الكلمة العبرية التي تترجم في اللغة العربية إلى كلمة أب، وهي كلمة آف أو آب بحسب اللفظ العبري، تشير إلى الأب المباشر أو إلى الجد أو إلى أي واحد من الأجداد الذين ينحدر منهم الشخص. فإن نير كان والد قيس المباشر، أي أنه كان والده البيولوجي الوالد بالجسد، كما هو مذكور في أخبار الأيام الأول 833 و 939، في حين أن أبي إيل كان جده والد أبيه، كما هو مذكور في صموئيل الأول 91 وصموئيل الأول 14-51. لا يوجد أي تناقض بين هذه الآيات، إنما هي على توافق كامل. المجد لله، والله معكم.